بطلع ارجع على بلدي. هذا هو، لانه انا هون عايش في مخيم، هذا شايف الوضع تبع المخيم كيف، وصر كل هالوقت بقلب المخيم هذا وعايف، لا شغل ولا عمل شيء، هي شايف على لا دواء ولا طبابه. والله ما مبسوطة ولا حدا مبسوط لأقول لك، بس الناس شو بدها تعمل؟ شو اللي صار؟ يعني شو بالإيد؟ هي يعني أنا مثلا رحت على الشارع بس لأجيب الأغراض، دغري قعدت، شايف؟ يعني أنا ما عندي معين. بتمنى إني أرجع على فلسطين ويكونوا طرباتي هناك. معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ عشرات السنوات في مخيمات لبنان لا توصف، بسبب تهجيرهم من وطنهم، وبسبب عدم قدرتهم على العمل، وبسبب ظروفهم القاسية، بما في ذلك الآن تعرض أمنهم للخطر كما يجري في مخيم عين الحلوة. هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا، ونحن ندرك ونعرف أنه لا حل لمعاناة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان وغير لبنان إلا بعودتهم إلى وطنهم الذي هجروا منه، ولذلك تمسكنا بحق العودة مقدس، ولكن يجب الآن العمل من قبل كل الأطراف على توفير الأمن والأمان للاجئين الضيوف في لبنان.